انت طبعا انت قاعده معاهم طنط لقاء، انت مت ماما واحنا متربيين سوا، وانت البكريه واضح قعدتي مع طنط لقاء اكتر من نوح، صح كده؟ ونبتدي بقى على طول. هسال بابا عن يونس، ايه اكتر لون يونس بيحبه؟ لون يعني ممكن الابيض والتركواز. حقيقي الابيض والتركواز؟ يا سيدي يا حبيبي انت ماشي. ايه اكتر لون نوح مش بيحبه؟ مش بيحبه؟ اعتقد الاسود. الاسود؟ لا طب امال ايه اكتر لون انت مش بتحبه؟ البينك. البينك يعني صح؟ مش ممكن منطق. اكتر لون اللي انا بحبه جرين. جري؟ ماشي. جرين اخضر يعني. ماشي اوكي. ايه اكتر كرتون مفضل عند نيلي؟ نيلي بتحب تتفرج على ميراكلوس ليدي باج. صح؟ يس اوكي ماشي. ايه اكتر اكله لارا حبيبتك اللي انت مربياها من تقدمتك اختك بتحبها؟ مكرونه بشاميل. ده الله ده بجد ده يعني ده انت حبيبتي اي حاجه اقولها تقول لك صح. اصلا كده كده اوكي. لا ماشي اوكي. لا بس قولي الحقيقه يعني. انا جوعت اصلا. مكرونه بشاميل ده حاجه حلوه قوي. ماشي. ايه اكتر حاجه بابا بيتضايق منها لما بتعملها؟ بتعصب عليه. بيتعصب عليك ليه؟ عشان انت بتعمل ايه يعني؟ ده السؤال يعني. هو ايه اكتر حاجه هو بتعصبه؟ فكر ايه اكتر حاجه انت بتعملها بتعصبه؟ ازاي ما تعرفش؟ نيلي بتقول لك واحنا سامعينها طبعا كلنا. ايه بقى؟ اقول انا؟ قولي. لما بيعلي صوته هو او بيلعب مع نيلي. يعني انت عارف بس مش عايز تقول. ماشي اوكي. ايه الحاجة اللي لما بتطلبها من ماما بتقول لك عليها دايما لا؟ شوكولاتة. في اي وقت؟ في اي وقت يا ماما؟ مش كتير. مش بديها كتير. مش كتير طبعا. برافو ماما. ماشي خلاص مش هنتكلم في الموضوع ده كتير. طب ايه رأيكم على طول نبتدي نسخن كده واحنا واقفين ونبتدي بقى على طول فقرة الاسئلة والحركات؟ اوكي ماشي جاهزين؟ طيب عايزة أقول لكم إن إحنا عندنا تلات حاجات أفكركم دايما. عندنا أنا مين أو أنا إيه، ودي الأسرة كلها بتشترك فيها. أوكي؟ وعندنا صح وغلط واختار ما بين الأقواس. بس عندنا وسائل مساعدة، بأكرر عندنا وسائل مساعدة. يعني لو ما عرفتوش في ماما وبابا أو هنغني. أوكي؟ أوكي نبتدي على طول بأول حاجة. أنا مين أو أنا إيه؟ أنا يطلق علي أسرع حيوان بري على سطح الأرض. أسرع حيوان قول. الأسد. الفهد. لا مش الأسد، الفهد. بابا عرف صح. ماشي كويس إنك قلتها أسرع. أنا حيوان من الحيوانات الليلية لا أرى بشكل جيد في الظلام، أعتمد على تحديد موقع الفريسة من خلال حاسة تحديد الموقع بالصدى. قولي. البات. باتس. برافو الخفاش شاطره جدا. ماشي. انا عاصمه دوله النمسا. مش فاكر. فيينا. مش فاكر يا بابا. فيينا. برافو ماما. ماشي. انا عاصمه دوله المانيا. سهله قوي. المانيا ميونخ. المانيا يا راجل. ايه بابا؟ ايه ماما؟ المانيا يا ولاد. انا طب انت طبعا انت مدرسه الماني اصلا. خليك انت استني. ينفع خمسة أربعة ثلاثة؟ موضوع سهل أوي. اتنين واحد. برلين يا فندم. ايه ده؟ ازاي؟ معلش يا ميس عندي دي صح. عندي صح طبعا اكيد صح. برافو عليك. برافو عليا. انا مدرب حصلت مع منتخب مصر على بطولة افريقيا ثلاث مرات متتالية. حسن شحاتة. برافو يا ما. يا نهار ابيض يا نهار. مذاكرة جامد يعني. ماشي. أنا مدرب منتخب مصر في كأس العالم 90. جوهري. جوهري طبعا. ماشي. ما جاوبش مش هتفرج على التلفزيون في حياته. خلاص بقى. ما خلاص بقى كده هنروح بقى. أيوه.